السلام عليكم. بهيدا السؤال عندي construct the three angular bisectors then draw the inscribed circle in this triangle. فإذا أنا عندي هيدا المثلث A B C وبدي أرسم the bisectors of the angles. أنا عندي ثلاثة angles: the angle of vertex A اللي هي B A C, the angle of vertex C اللي هي A C B, and the angle of vertex B اللي هي CBA. فإذا عندي ثلاثة angles وبدي أرسم ثلاثة angular bisectors وبعدين بدي أرسم the circle inscribed in the in this triangle. So الطريقة لأرسم ال bisector of the angle, أول طريقة ممكن استعمل ال protractor منقيس ال angle. فرضا هيدا ال angle رح تطلع عندي around 46, فبعدين بدي أحسب نصها. نص ال 46 هي 23, so برجع بحدد بحط point هون وبرسم ال bisector. أو طريقة تانية بدون ما استعمل ال protractor وقيس ال angles, أنا قادر إنه استعمل ال compass. رح نشتغل بهي الطريقة, رح أحط dry point of the compass أو needle of the compass على ال B ورح أرسم arc. ومنلاحظ إنه هال arc رح يتقاطع مع هال two sides in two points. هال two points رح استعملهم مشان كمل رسم ال bisector of the angle. بنقدر بنغير الفتحة, رح احط هلا dry point at the point 1 first intersection point ورح ارسم arc نفس الفتحة هون, ما رح غيرها, رح احط على the second point ورح ارسم arc. فإذا بلاحظ انه هال two arcs رح يتقاطعوا بنقطة واحدة, هيدي النقطة رح تحدد لي مع ال vertex the bisector of this angle, و رح وصل الفيرتكس B لعند هالبوينت اوف انترسكشن, وبهي الطريقة بنكون نحنا رسمنا the bisector of the angle ABC. كمان رح نستعمل نفس الطريقة لنرسم ال bisector of the angle ACB. so رح نحط إبرة البكار على C ورح نرسم the arc. كمان رح يكون في عندي two points of intersection مع two sides, so رح نرجع كمان نستعمل البيكار مرة تانية حتى نرسم another two arcs. فينا نغير الفتحة ما في إشكال, so فأيضا رح حط dry point على أول point of intersection و رح ارسم اول ارك. ننتبه انه ما لازم غير فتحة البكار, رح احط البوينت على the other point of intersection dry needle of the compass ورح ارجع كمان ارسم ارك من تاني بوينت. فمنلاحظ انه هالتو اركس رح يتقاطعوا بنقطة واحدة, هيدي رح تساعدني لانه ارسم هالبيسكتر of the angle ACB. so رح نوصل the vertex C مع هال point of intersection of the two arcs. فإذا رح نوصلهم بهذه الطريقة. so كمان بنكون نحنا رسمنا the bisector of the side of the angle ACB. منلاحظ إنه هال two arc أو هال two bisectors تقاطعوا بهذه النقطة. هذه النقطة بنسميها circumcenter أو incenter. This point of intersection, كمان the third bisector should pass through it. يعني ثالث bisector رح ارسمه لازم حكما يمرق بهذه النقطة. وهلا كمان رح نتأكد من خلال التجربة. فإذا رح ارسم ثالث bisector للأنجل BAC. so أول شيء رح نرسم arc. بعدين رح حط عند أول point of intersection. رح ارجع ارسم هيدا الارك, رح حط على تاني intersection point ورح ارسم the second arc. هلا رح نوصل the vertex A مع هالpoint of intersection of the two arcs, ومثل ما اتفقنا لازم تمرق من خلال هالpoint of intersection of the two bisectors اللي رسمناهم بالاول. وهيدا point of intersection هيدي بنسميها the incenter. اوكي, فاذا
هل هال 3 bisectors راح يتقاطعوا بنقطة واحدة اسمها the incenter, يعني center of the circle that is inscribed in the triangle, يعني السيركل راح تكون موجودة بقلب هيدا التريانجل. هلا كيف انا بدي ارسم هيدي السيركل؟ يعني عندي هيدا البوينت هو center of the circle. بعض الاشخاص يعني مباشرة بصير بده يفتح لعند this point ويصير بده يرسم. خلينا نجرب. بنلاحظ انه ما رح تزبط معنا هيدي السيركل. So مش بهيدي الطريقة نحن بنرسم السيركل. مش بوصل لعند ال point of intersection للبيسكتر مع السايد. الطريقة انه انا بدي لاقي distance between this point and the side AC. هيدي السيركل الموجودة جوا رح تكون tangent مع ها 3 sides. tangent يعني رح تتقاطع معهم بنقطة واحدة. So انا كيف بدي اقدر حدد ال radius of this circle؟ رح استعمل ال protractor. So رح حط او بدي ارسم line يكون perpendicular على side and passing through this point. So بهذا الشكل رح نقدر نلاقي نحنا radius of this circle. فإذا رح حط set square, one of the sides aligned مع side AB, وتاني side of the set square رح ارسم من خلاله ال perpendicular line. هيدا line اللي انا رسمته هلا او هيدا segment هو radius of the circle. So هلا رح نستعمل البيكار مرة تاني, رح حط النيدل على ال incenter ورح حط القلم على هيدي البوينت. So this point بتساوي الراديوس اللي هي perpendicular to the side and passing through the incenter. وهلا رح نرسم السيركل ومنلاحظ انه بهيدي الطريقة انه السيركل رح تتقاطع مع اللاينز بنقطة واحدة, يعني رح تكون tangent مع هالسايدز. هون في عندي tangency point. حتى اذا بدي حدد باقي البوينتس كمان راح استعمل set square حتى ناخد perpendicular passing through. So فاذا هالtangency point هون راح تكون, وثالث point كمان راح ارسم perpendicular على side BC and passing through the in center. So كمان هيدي النقطة راح تكون موجودة هون اللي هي point of tangency. فإذا اللي رسمناهن نحن استعملنا البيكار حتى نرسم the bisectors of the angles. ومنلاحظ انه ها 3 bisectors بيتقاطعوا بنقطة واحدة بنسميها in center اللي هو center of the circle inscribed in this triangle. And then نحن قادرين ان نرسم السيركل. بعد ما حددنا السنتر لازم نحدد الراديوس. الراديوس انه انا لازم ارسم perpendicular passing through this center and perpendicular to one of the sides. في ارسم perpendicular على ال AB بيطلع عندي الراديوس, او في ارسم perpendicular على ال BC وكمان بقدر حدد الراديوس. فاذا نحن هيدا بنسميه incenter. هيدي البوينت اوف انترسكشن اوف ذا بايسكتورز.